تنحافظ على الموز لمدة أطول، الأفضل إنه نوضعه على ستاند بعيد عن الفواكة، لأنه إذا حطيناه حد الفواكة ممكن يأثر عليهم ويستووا بسرعة أكثر. فإذا هالستاند مش موجود عنا فينا نستبدله إذا عنا تعليقة من حديد. هاي التعليقة رح فرجيكم كيف بنعملها. بنوسعها شوي، نرجع نتعجج شوي كمان من فوق، منزيحها لعنا. أكيد هاي نرجع مننزلها لتحت تنقدر نعلق فيها الموز. هيك بنكون حصلنا على ستاند فينا الموز نعلقه عليه، بنكون حافظنا على الموز لمدة أطول.